واحد بيقول لماذا قال السيد المسيح اتظنون اني جئت لاعطي سلاما على الارض؟ كلا اقول لكم بل انقساما. وقال ايضا جئت لالقي نارا على الارض فماذا اريد لو اضطرمت؟ السؤال ده كان سالهوني زمان الاديب الكبير الاستاذ توفيق الحكيم وجاوبت عليه ونشر في جريدة الأخرام الرد بتاعي ونشر أيضا في مجلة الكرازة وكتب سنوات مع الناس. المقصود بدي إن السيد المسيح مش يحب انقسام، إن أي دين جديد بيجي في ناس يقبلوه وناس ما يقبلوهوش، فلما الناس يقبلوا وناس ما يقبلوش يحدث انقسام بين هؤلاء. حتى في البيت الواحد الاب والابن والام والبنت الى اخره، كاي مبدا واي مذهب واي دين له من يوافق عليه ومن لا يوافق، وتكون النتيجه ينقسموا على بعض. اما حكايه القي ان يكون في سيف، فالسيف جه على المسيحيين مش من المسيحيين. فعلا اول ما قامت المسيحية الذين اضطهدوها استخدموا السيف ضدها، وفعلا لما قامت المسيحية اليهودية وقفت ضدها واضطهدوها اضطهاد كبير وكان فيه انقسام، والدولة الرومانية وقفت ضدها وحاربوها بكل المحاربات، ومش بس كان في انقسام، كان في حركة استشهاد وناس كتير اتقتلوا وناس اتسجنوا الى اخره.